يعني هيك بدي مغسلين ومع امين وكل شيء. اوكي يلا بنبلش سوا انا وانوار. اول شيء ساندويتش فلافل او زعتر؟ اثنينهم طيبين. بدك تنقي؟ فلافل. فلافل لا ما باكلوا كثير. بس قد ايه عمرك؟ عمري بينتو هلا بعدني بال 37 يعني قريبا. رفضتي عرض من ال بي سي اي لتصيري من عائلتهم؟ لا مش مزبوط. قد ايه وزنك اسبيرانس؟ وزني 51. لا عم بتجاوب عليهم كلهم شو بس كثير منيح. ما عندي مشكلة. سمي شخص ولا ممكن تقولي له مرحبا، اسمه وعائلته وعنوانه. ما في حدا، عن جد ما في حدا. ما في بدك باكلنا انا بس ما في حدا. لا 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 ابدا ابدا بس انه عن جد ما في حدا. في حدا ولا ممكن تقولي له مرحبا، يعني بتقطعي ولا ممكن تقولي له مرحبا؟ لا عن جد هلا وصلت محل، يمكن اكيد كان قبل في مشاكل مع اشخاص، هلا وصلت محل اذا بشوفها في المرحبا امه. اوكي نكست. قد ايه معاشك اسبيرانس؟ اختارلن انا. مش غلط لا لا رح اكل الصحن كله. طيب النعناع يلا كثير طيب مجبورة انه يكون عندك مرافقة امنية وانت بتتضايق من الموضوع صح ولا لا؟ لا 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 يعني في مرافقة وما في او بتضايق او ما بتضايق؟ لا ما في مرافقة، ليه بده يكون معي مرافقة يعني امنية؟ اوكي عدد اسبيرانس عمليات التجميل يلي خاض على لها. نحسا شايفتيني قدامك شو عامل؟ انا شايفه جمال طبيعي. مش كل شيء ببين يعني لا لا في حكم على التجميل بيعملوا القصص بدون ما تبين دراك يعني شاطر حكيم بيطلع. شفافي عملتهم؟ لا واضحين. منخاري عملتهم؟ ما في انيك يلون وفي يكون اصغر. ريفا عم بتجاوب عن بوتوكس؟ في ما في بوتوكس، في حركه شو ولا حتى تثبيتات صغيره. ما عندي شيء اصلا هلا ممنوع اعمل شيء يعني حسبني فكرت اعمل شيء. لا فيكم بالسابق يعني من شيء ثلاث سنين. لا لا. نكست. حرابتك الاعلاميه ديما صادق وقعدت محلها باحدى نشرات الاخبار. ما تعملوا من هيدا الشيء صحيح خبرية او لا؟ من فيك تاكلي نعنى؟ لك لا ما عندي مشكل نعنى بفضي البيت. لا مش حاربتني بس انه قبل بالظروف اول ما بلشت الاو تي في يمكن في اشخاص بيحبوا هيك يزيحوا بعض الاشخاص يجربوا يزحوا، يمكن في ظروف كانت عم بتساعد وقعدت محلها. مش انا طلبت اقعد محل حدا، سابت هي تاخرت على نشرة وقتها لانه كان عندها ايفنت بشيء والنشرة بدها تطلع على الوقت وانا كنت عندي نشرة 11 ونص وكنت بريجننت وعامله نوزي واللي بدك اياه وحالتي بالويل ولا ميك اب ولا شعر وجبروني فوت على الاستوديو تزيع النشرة لما كان في مذيع وزقفوا لي كثير لما خلصت النشرة. ايه لان فاتت اليوم كيف علاقتك؟ مش محضرتها وبهيك حالي. اليوم كيف علاقتك انت وزميل جان عزيز؟ ما في علاقة، ما في علاقة اصلا، بطل بالاو تي في يعني مديرنا وما في ما في اتصال وما في علاقه وما في ما بنلتقى. هل انتم على خلاف كنتوا هو موجود بتلفزيون الاو تي في؟ ليك المفروض اكل نعنع يمكن؟ انت فيك ما تجاوبي فيك تاكل نعنع؟ خليني اكل نعنع. خليك تاكل نعنع. اخر سؤال بدنا نسالها يا ليه ما عندك اسبيرانس بروجرام على الاو تي في بعد 12 سنه؟ ومضبوط عملت بيلوت و لا ما عملت بيلوت مش مزبوط. في فتره قبل اللي صار معي هلا من سنه فكرت يعني سيريسلي ببروجرام وكنت عم بشتغل على انه فكره وعم بشتغل على سبونسر وعلى كل التفاصيل وبس ما عملت بيلوت وما قدمت فكره تأحكي ضمير يعني مش انه قدمت فكره وانرفضت لا يعني كنت وصلت محل كثير جدي بس الظروف ثابته ما ساعدت. ان شاء الله قريبا اسبيرانس بنشوفك على شاشه الاو تي في ببروجرام خاص فيك لانك بتستاهلي. صحيح. العالميه جميله الاو تي في اسبيرانس غانم شكرا لك على هيك. لحظه بس لك اسئلتك ما كانت لطيفه. انوار كنت متوقعه بس قبل مش انا هون بس طلعتي قد اسبيرانس اكيد لك واحد بس يكون مرتاح مع حاله 100%. هذا بدي اقوله تروح على يو اس اي على فرنسا على ايطاليا بتزور كثير مطارح اذا فينا نقول كل كان بعد فيك اخبار كثير بدنا نحكيهم بيقربوك بيت غانم ولا لا؟ لا اخر شيء ابدا. شكرا لك اسبيرانس غانم بنحبك كثير وضلك بهذا التفاؤل على طول وبنشوفك على نشاط الاخبار وقريبا ان شاء الله نشوفك ببرنامج. شكرا لك ميرسي. هذه حلقتنا انا وانوار ونقلكم سوا نكست.